في الفيديو ده هندي مثال على الجي ال ار تي، هيكون متعلق بالساينوسويدال ديتكشن. عندنا ساينوسويدال سيجنال بالشكل ده، عايزين نحل مسألة هايبوثيسيس تيستينج. اندر اتش 0 عندنا الاوبزرفيشنز عبارة عن بيور نويز، اندر اتش 1 بيبقى عندنا السيجنال عبارة عن نويز زائد الساينوسويدال اكسايتيشن بالشكل ده. سيجنال كوساين لها امبليتيود A، فريكونسي اف 0 وفيز فاي. عندنا ان اوبزرفيشنز بالنسبه للنويز، هنفترض الحاجات المعتاد عليها ان هو جاوسيان زيرو مين، وهنفترض ان الكوفاريانس ماتريكس دياجونال وبتساوي سيجما سكويرد اي. معنى كده ان الفاريانس بتاع كل كومبوننت للنويز بسيجما سكويرد، ومفيش كوريليشن ما بين النويز كومبوننتس اللي جايه على different observations او measurements. طبعا احنا عارفين لو عندنا sinusoidal excitation في continuous time نكتبه كده cosine 2 باي f نود t، لو او مثلا نسميه f c t minus phi. احنا هنا بنتكلم عن discrete time signal، يعني signal discretized او sampled in time، فالt ده اكنه عباره عن vts، يبقى انا باخد sample من السيجنال كل ts، يبقى باخد سامبل عند 0 وعند تي اس وعند 2 تي اس وهكذا، وهحط هنا التي اس بواحد. تمام؟ يبقى ده يبقى شكل يعني ايه نورمالايزد، اكن النورمالايزد تايم ما بين كل سامبل عباره عن 1 يونت اوف تايم. دلوقتي احنا عندنا بارامترز، البارامترز عندنا طبعا السيجما سكويرد بتاعت النويز، وعندنا الثلاثه بارامترز للساينوسويدال سيجنال اللي هم الامبليتيود والفريكونسي والفيز. هنبدا الاول نقول ان كل البارامترز معروفه باستثناء الامبليتيود A اللي هو مش معروف. يبقى عندنا الحاله الاولانيه هي الامبليتيود unknown. نقدر نكتب اللايكليهود جيفن H0 واللايكليهود جيفن H1، وعندنا ادي البارامتر A اللي هو الانون بارامتر بالشكل ده. لو استخدمنا جي ال ار تي يبقى انا مفروض في اللايكليهود ريشيو تيست هستخدم ما يسمى اللايكليهود اتش 1 وفيها الاي هات، والاي هات هي عباره عن قيمه البارامتر اي اللي بيعمل ماكسمايزيشن لللايكليهود فانكشن جيفن اتش 1. الماكسمايزيشن لللايكليهود فانكشن ايكويفالنت للماكسمايزيشن بتاع الناتشرال لوجاريثم لللايكليهود فانكشن. في الحاله بتاعتنا ده هيكون ايكويفالنت ان انا هدور على الاي اللي هتعمل مينيمايزيشن للترم ده. هجيب المينيموم ازاي؟ لو سميت الترم ده جي يبقى انا هفاضل جي بالنسبه لاي واساوي بزيرو. اقدر اعمل التفاضل واحل مساله بالنسبه لاي فهجيب قيمه الاي، فالاي ده هو عباره عن الماكسيموم لايكليهود استيميت اندر اتش 1. فهو دلوقتي عباره عن function of the observations، فانا لو جيت لللايكليهود اللي كان parameterized بالunknown parameter e، لو حطيت الماكسيمم likelihood estimate لاي خلاص بقى عندي likelihood pure function من الobservations والparameters اللي هي معروفه واللي هي ما كانتش اصلا بتشكل لي مشكله. ناخد بالنا لو احنا عايزين نعمل rigorous optimization، الموضوع مش ان احنا بس نفاضل ونساوي بزيرو. طبعا احنا عندنا مساله unconstrained optimization، فاحنا مش محتاجين خالص موضوع اللاجرانجيان ولا الكي كي تي كونديشنز ولا الكلام ده. فهنا هنفضل ونساوي بزيرو، بس ده مش كفايه، لان انت لما تفضل وتساوي بزيرو انت بيجي لك حل، الحل ده مثلا ما تعرفش هل هو ماكسيمم ولا مينيمم، لان لو عندك فانكشن بالشكل ده عند المينيمم بتاع الفانكشن عندك المشتقه بتساوي زيرو وبرضه عند الماكسيمم، فلازم تعمل مثلا تشيكنج على السكند ديريفيتيف. وفي الحاله بتاعتنا دي لازم لو حسبت السكند ديريفيتيف تتاكد ان السكند ديريفيتيف يكون بوزيتيف، لان هو ده اللي هيضمن لك ان النقطه اللي انت جبتها هي نقطه مينيمم فعلا. احنا هنا هنفترض ان الكلام ده خلاص اتعمل، تمام؟ بس يعني انا بتكلم ان لو الواحد بيعمل بحث او بيعمل شغل ريجورس، مفروض مش بس ان هو يفضل ويساوي بالزيرو، مفروض يكمل خطوات الاوبتمايزيشن يتشيك هل فعلا الحل اللي هو جابه ده هو اوبتيمال سولوشن ولا لا. تمام؟ ففي ايشوز متعلقه بالاوبتمايزيشن ثيري بوينت اوف فيو عشان الواحد يحل مساله الاوبتمايزيشن صح.
بس انا بنوه عن ايه الكلام ده. هنا بمنتهى البساطه هنفاضل ونساوي بصفر ونجيب الحل، وهنفترض ان هو ده فعلا المينيمم او قيمه البارامتر ايه اللي هتخلي اللايكليهود فانكشن جيفن اتش واحد مينيمايزد. هنكون دلوقتي اللايكليهود ريشيو، تمام، بمنتهى البساطه ان احنا هنقسم ده على ده، تمام، واللي هنعمله ان احنا طبعا الاي دي هنعوض بيها بالكميه اللي احنا جبناها عن طريق الماكسيمم لايكلي هود استيميشن. ممكن ناخد اللوجاريثم لان ده مش هيفرق حاجه اما بنقارن اللايكلي هود ريشيو بالثريشولد. ممكن نضرب في اي رقم موجب، ده برده مش هيفرق اي حاجه. فانا هنا على طول كونت الكميه 2 سيجما سكويرد لين اللايكلي هود ريشيو، وفيها البارامتر ايه مستبدل بالايه بالماكسيمم لايكلي هود استيميت، فيطلع عندي ايه، يطلع عندي الشكل ده. فالشكل ده انا مفروض ان انا هاخده وقارنه بالثريشولد، صح، اكبر من او يساوي الثريشولد ده. ليتس سي ان الثريشولد ده اسمه لامدا برايم، لو اكبر من الثريشولد ده هقول اتش 1، لو اصغر من الثريشولد ده هقول اتش 0. لو بصيت هلاقي عندي في المقام، هلاقي ان انا عندي كميه موجبه لان عندي كوساين سكويرد، والكميه دي مش فانكشن في الاوبزرفيشنز، فانا ممكن اضرب شمال ويمين في الكميه دي واللي يطلع لي ادخله مع الثريشولد، بحيث ان انا كمان مش كده ممكن اخد الجذر التربيعي، تمام، ويبقى التست بتاعي هو ان انا بعمل سميشن للاوبزرفيشنز للان اوبزرفيشنز مع الفانكشن دي. وخلي بالك احنا اصلا فرضين ان الاي ما كانتش معروفه، لكن فرضين ان الاف نود معروفه وفرضين ان الفاي معروفه. بعمل السميشن ده، بحسب الابسولوت فاليو وبقارنه بالثريشولد تاو، لو اكبر من تاو بقول اتش 1، لو اصغر بقول اتش 0. اللي جوه الابسولوت فاليو عباره عن راندوم فاريبل اسمه ابساي، هيبقى جاوسيان لانه تركيبه خطيه من جاوسيان راندوم فاريبلز، واقدر بمنتهى السهوله اجيب المين والفاريانس. وبكده هيبقى عندي عشان احسب الفورس الارم بروبابيلتي هي ان الابسولوت فاليو تبقى اكبر من تاو، معناها ان انت اكبر من تاو او اصغر من ماينس تاو، وبالتالي البي فورس الارم هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن 2 كيو فانكشن، تمام؟ المين فاليو في حاله الاتش 0 هيبقى بصفر، فانت هيبقى عندك الكيو فانكشن اوف تاو مقسومه على الاي الستاندرد ديفيشن اللي هو جذر الاي جذر الفارينس. ونقدر برضو نجيب البي ديتكشن، وبالتالي هيبقى عندي الرابطه ما بين البي ديتكشن والبي فولس الارم، واقدر ارسم الريسيفر اوبريتنج كاركترستيك. خلي بالك ان السميشن ده ممكن نحله، تمام، ونعبر عنه كفانكشن من النمبر اوف ميجرمنتس والاف نود والفاي، تمام، بنستخدم فيه مجموع الجيومتريك سيكونس، صح. احنا لو عندنا سميشن، تمام، ار او نسميها اي حاجه، نسميها الفا مثلا، الفا تو ذا باور كي، وكي عندنا من صفر ل ان ناقص واحد، فالكلام ده بيساوي واحد ناقص الفا اس ان على واحد ناقص الفا، تمام، على واحد ناقص الفا. دلوقتي نطور المسألة ونقول إن إحنا كمان مش عارفين الفيز، وبالتالي اللايكليهود فانكشن دلوقتي داخل فيها اتنين بارامترز مش معروفين اللي هما الاي والفاي. بالتالي أنا عايز أجيب الاي والفاي اللي يعملوا ماكسمايزيشن لللايكليهود أو للناتشرال لوجاريثم لللايكليهود أو للإكسبوننت ده نعمل له مينيمايزيشن. دلوقتي عندي مسألة اوبتمايزيشن فيها اتنين فاريبلز. ممكن للتسهيل بدل ما هشتغل بالاي والفاي هعرف اتنين فاريبلز جداد، الفا بتساوي اي كوساين فاي وبيتا بتساوي اي ساين فاي، ونقدر نستخدم الاكسبريشنز دي عشان من الالفا والبيتا نقدر نجيب الاي والفاي. عشان احل مساله الاوبتمايزيشن هفاضل جزئيا بالنسبه للالفا واساوي بصفر، وفاضل جزئيا بالنسبه للبيتا واساوي بصفر. برضه زي ما قلت فوق ده مش كفايه لحل المساله دي، اكشلي مساله هنا ان تو فاريبلز او ان عدد من الفاريبلز اكتر من واحد، فمفروض ان انا بعد ما احل المساله عشان اتاكد ان الحل بتاعي هو مينيمم، مفروض ان انا اتشيك ما يسمى الهيشن ماتريكس، والهيشن ماتريكس لازم تطلع بوزيتيف سيمي ديفينيت، او لازم الايجن فاليوز للهيشن ماتريكس يطلعوا نون نيجاتيف، تمام. برضو انا هنا مش هبقى ريجورس للدرجه دي، فانا مجرد هساوي بالصفر وهنقول ايه ان هيطلع لنا الحل اللي احنا عايزينه. لو فضلت بالنسبه لالفا وساويت بصفر هيطلع لي المعادله دي اللي متأشر عليها هنا،
ولو فضلت بالنسبة لبيتا وسويت بالصفر هيطلع لي المعادلة دي. لو لاحظنا هنلاقي ان احنا عندنا two linear equations and two unknowns، احنا عايزين نجيب الاوبتيمال الفا والاوبتيمال بيتا، اللي منهم نقدر نجيب احسن اي واحسن فاي اللي بتعمل ماكسمايزيشن للايكليهود. احنا عايز بندور على الماكسيمم لايكليهود استيميتس. معادلتين في مجهولين ممكن تحلهم بكذا طريقه، دي مثلا لو كانت استخدمنا الديترمينانتس. طبعا واضح ان الالفا والبيتا شكلهم معقد وهيبقى فيهم بسط ومقام، والبسط والمقام الاثنين هيبقى فيهم السميشنز اللي احنا شايفينها دي. هنكمل حل المساله في الفيديو التالي.